يلا هل لك سر عند الله بينك أنت يسعد مساءكم. اللايف ده يا جماعة اللايف هيبقى بسيط. التليفون اللي عندك خلص صح؟ ده قلت هو التحضير الصبح الله من الصبح اقسم بالله من الساعة 10 بنرش بالشغل ده الحمد لله يعني. اللايف ده يبقى توضيحي علشان الناس اللي ما شافتش الهدف النهارده اللي ما كانش باله ياخد باله من الشغل وانا اعرفكم حاجه حاجه دي ايه ودي ايه تمام. يا ريت الناس تعمل مشاركه لاصدقاء ومشاركه على صفحتك الشخصيه ومنشن علشان هنكسب النهارده جوائز حلوه. هكسب النهارده جوائز حلوه. انا مش هقعد على الجوائز بس هكسبك حاجه حلوه تمام يا جماعة؟ يا ريت الناس اللي معايا تعمل مشاركة على صفحتها الشخصية.
الفرش والراجل ده كده بيتصل للفل. ركز يا باشا. الله حاجه حاجه كده قرب لي. اطلع فوق اطلع فوق. عايز تقرب على ايه بس؟ بصوا يا جماعه الاباجوره دي تمشي معاك للكومودينو في منتهى الجمال. لو حضرتك عندك مكتب وعايز تحط حاجه على المكتب دي تمشي معاك. لو عايز حاجه برضه تذاكر بيها دي تمشي معاك جميله قوي. عندك الاباجوره دي بنسميها اباجوره المكتب. الناس اللي عايزه حاجه هاديه ليد دي لمبه ودي ليد كده معاك. تمشي معاك برضه الكومودينو حاجه حلوه وكويسه ومنتهى الجمال. عندك الشمعدان ده موديل بس حاجه حلوه. مميزات من سوق الشمعدانات جميله قوي. وعندك دي اتنين شابوه اتنين شابوه الليد دي برضه يا جماعه. دي لمبه ودي ليد ودي ليد. دي علبه مناديل الناس اللي كانت بتسال عليها. الصوت واطي تمام يا جماعه. يبقى عندي منديل فضي وذهبي عندي فضي وذهبي وعندي علبه مناديل. علبه مناديل جميله قوي. الصوت يا جماعه تمام. الصوت تمام. ارجع ارجع ما تقربش. هات الورقه كلها طب انا بتكلم على الورقه. عندي شيالة الكحك وبتنتهي كمان برضه يا جماعة. دي كريستال شيالة الكحك وبتنتهي. شيالة كحك كريستال. الناس اللي مصدقانا يا ريت تعمل مشاركة على صفحتها الشخصية وعلى الجروبات ويا ريت تمنشن الأصدقاء بعد إذنك. وعندي بومبونيرة كريستال. عندي أباجورة هنسميها مثلا الفراشة. هي رسمة حلوة وهادية وقيمة حاجة برستيجها حلو كده يا جماعة. أهم حاجة في الشغل ده الصوت كمان. طيب الناس اللي كانت بتسأل على الشغل ده يا جماعة كتير كتير قوي يا ريت تشرفني. حاضر يا جماعة حاضر. يا ريت يا جماعة مشاركة على صفحتك الشخصية. طيب النهاردة الأربعاء عمنا اتفضل. لا احنا بنتعلم. بصوا يا جماعه الاباجوره دي اسمها ورده مفتحه على راي المدير العام بتاعي. اسمها ورده مفتحه اباجوره مكتب. اباجوره برضه تمشي للمكتب وتمشي لاوضه النوم. عايزه تلاقيها طب هيبقى مثلا سفره وصالون واوضه نوم. علبه مناديل بومبونيره طبق فاكهه شيال الكحك كل ده موجود. اللون بلونه عايزه لون فضي الاقيها لك اللون الفضي. عايزه الدهب الاقيها لك الدهب. طيب يا جماعه هنتكسب النهارده جوائز حلوه بس التفاعل على بعد اذنكم. طيب بسم الله ما شاء الله. اقسم بالله يا جماعه احنا تعبنا من صباح ربنا علشان حاضر والله حاضر خلص واكلمك حاضر عشان نطلع لكم الشغل بالجوده اللي الحمد لله يعني. ايه اكتر من كام سم اكتر من كام سم اباجوره. لو عايزه شياله الكحك والبونبونيرة وطبق الفاكهة والأباجورات هنلاقي لحضرتك اللي أنت عايزاه. طبق الفاكهة يا جماعة أباجورات أطفال موجودة. أباجورات ليد فوق وتحت موجودة. أباجورات اتنين شابوه. هعمل مسابقة بكرة يا جماعة. أكتر حد يضيف أعضاء ومشاركة للبيتش. أكتر حد
يضيف اعضاء ومشاركة للبيج، هيطلع فيها مثلا اباجورة، هيطلع فيها طقم 10 قطع، هنوضح الجايزة، حاول تشوفوها على البيج على طول يعني، هيطلع فيها حاجة قيمة. المسابقة مش هتكمل معانا حركة اسبوع، بس يبقى عليها تفاعل، هتضيفي حبايبك واصحابك ومشاركة على الجروبات بس مش اكتر. انا اللي بقول لك يا جماعة هتضيفي اعضاء على البيج، تعملي دعوة على البيج او اضافة، او هيبقى اضافة ومشاركة على الجروبات، ده مش طالب منك اكتر من كده، تمام يا جماعة؟ يبقى علبة مناديل اباجورة بونبونيرة طبق فاكهة اباجورة شكل واتنين وتلاتة وعشرة موجود من الليد، بس انا بتكلم على الليد، تمام يا جماعة؟ في اباجورة لمبة وفي اباجورة ليد، محل جادو دمياط القديمة، منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدلية جبة، وانا يا جماعة بشوف تعليقات بس، انا عايز مشاركات، والناس اللي بتكسب معايا بعد اذنك وانت جاية هاتيلي الاسكرينات بتاع المشاركات اللي انت عاملاها ده بعد اذنك. واي حد بالانجليش يا جماعة، انا معايا ناس بتترجم، لو انا ما بعرفش اقرا انجليزي معايا ناس بتترجم، انت ما عليك انك تخشي. حبيبي يا عمنا عايزك اتفعلي بس، واحنا الناس اللي معانا ان شاء الله التجارة انجليش، ومعانا برضو الاستاذ التجارة انجليش حاجة يعني تحت السلم ما شاء الله، تقرأوا الانجليزي بالعافية، اللهم امين، الصوت عالي تمام. طيب انا زعلان من التفاعل معرفش ليه الستاير. طيب يا جماعة النهاردة وبكرة في الجنيه الستارة، النهاردة ماشي معلش، بكرة الخميس لغاية الساعة 12 بالليل ب 100 جنيه، لغاية الساعة 12 بالليل الستارة ب 100 جنيه، الستارة ب 100 جنيه. طيب هات لي ثلاث قطع جبدان بارز، التليفون اللي معايا، يبقى الستارة ب 100 جنيه بكرة الخميس لحد 12 بالليل بس، هيبقى فيها فكة بس والله يا جماعة. المفرش ده 50 بدل 65 و55 بكرة بس مربع وثلاث قطع، هيبقى بفضل الله يا جماعة مش تحدي ولا حاجة، مش هتلاقي ده عند حد، لا جودة ولا رسمة. أنا اللي بقول لحضرتك مش هتجيب من عند حد، 50 جنيه أقسم بالله واخد في جنيها عشان خاطر زبايننا. تمسك يا باشا، هات لي الجبلان بعد اذنك. محل جادو دمياط القديمه، محافظه دمياط القديمه، منتصف شارع الشرباسي بجوار صيدليه جبه، او قدام صيدليه جبه، اخر الشارع بتاعنا، جويده هايبر. ده ب 50 جنيه بس، 50 جنيه بس، هتكون رقم ده بعد اذنك، ب 50 جنيه بس تحت كلمة بس 100 خط. وزي ما الناس اللي شرفتنا النهارده من أماكن مختلفة قالت لي والله يا يحيى اللي بتباع ب 85 جنيه و 90 جنيه أقسم بالله واخدة منها، يعني واخدة منه شوية، وغير اللي هي بتقول لي هبعت أخده، أنا تحت أمرك أمام صيدلية الجبة. طيب وده ب 50 جنيه، مفرش جبلان متر في متر، خامة تقيلة تتفرش تتغسل تتحط في الغسالة ب 50 جنيه. انت معاكي فكة، تعالى اجيب لك من محل جادو مفرش بالفكة وبديكي رسمة. عندي الستاير الوانها كلها، وعندي المفرش ده بكل الوان، اتفرجي في السوق وخلي يحيى اخر واحد، اتفرجي في السوق وخليني اخر واحد، انا تحت امرك في اي وقت. يا ريت الناس تتفاعل معايا، الناس اللي بتبعت على الماسنجر بعد يا جماعه
متابعين محل جيرو يا جماعه. الناس اللي معانا يا ريت تبقوا متابعين لي، عشان امبارح انا قلت الناس اداره محل جيرو يكتبوا الاسامي اللي كسبت في ورقه وينزلوها، هم باين نسهم ودي غلطه، عشان الناس تعرف بس مين اللي كسب ومين اللي ما كسبش. التفاعل بدا يعلى معايا. محل جيرو دمياط القديمه منتصر شارع الشرباسي بجوار صيدليه الكبه، قدام صيدليه الكبه، بسم الله ما شاء الله. طيب هنقول الف مبروك لمين؟ اول حد يكسب معايا مقص الجوبين ده، يا بختك يا هناكي. لا اله الا الله رب. محل جادو الجديد عندنا دايما متميز، والجديد عندنا هيميزك كعروسة. لو عايز حاجة بسعر حلو شرفيني. بصوا يا جماعة، عندي من ده ومن ده ومن ده. عندي البلد كده من البناء يا خيار، الحمد لله يعني. اباجورات كل الانواع، بومبونيرا كريستال، بومبونيرا كريستال وكريستال ليد، كريستال شغل مستورد. طيب اللايف عايز 12000 مبروك بناتي. بناتي كسبت معايا مفرش جوبلان 3 قطع او مربع، ده بيرجع لاختيارك يا ست العرايس. تيجي تنقي بذوقك الجميل الشيك الرائع ده، تنقي المفرش اللي يعجب حضرتك واللون اللي يعجبك. بناتي بناتي ربنا يخليهم لك لو انت عندك البنات. الف مبروك بناتي. بناتي كسبت معايا مفرش جوبلان. محل جادو بيقول لك تابعينا علشان تبقي من الفايزين، تابعينا اول باول علشان الجديد هيعجبك، وبفضل ربنا هتلاقونا على الشاشه على طول، ومش هطلع لوحدي، هطلع بالجواز بتاعتي. وزي ما عودتكم، بصوا يا جماعه قريب هنجيب لكم حاجات جوايز، هتبهرك شويتين، هيبقى في جوايز مش هنقول عليها الا فجأة. بس تابعينا تابعينا ومش هتندمي، تابعينا ومش هتندمي، وتابعينا ومش هتخسري، تابعينا انت الكسبانة، تابعينا انت الكسبانة، اقسم بالله هم اصحابي هتبقي مبسوطة وانت معانا في اللايف، هتبقي مبسوطة وانت معانا في اللايف. تابعي وخليكي اول باول، وانت قاعده مش هتخسري حاجه، اعملي منشن للاصدقاء ومشاركه وانت قاعده. صبعك مش هيجيله حل والله، مشاركه عاملين الفوز العامل، مشاركه وانت قاعده اعملي عاملي نفسك في لجنه المحل جادو، اعملي لايك 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 وكومنت لايك وكومنت، وقوموا مكملي المسيره بواحده مشاركه. طب اثنين، طب ثلاثة، طب 10، 10 من عندك و10 من كل حد في اللايف، هيبقى التفاعل معايا حلو. اقول لك كسبت اباجوره، كسبت طعم 10 قطع، كسبت بونبونيره، هيبقى الجوايز هتعجبك. طيب انا هرضي كم حد النهارده معايا في اللايف وهكسبه. ركز معايا يا باشا بعد اذنك على الفترينه الثانيه. محل جاله حبيبي يا بريز، بكلمك البتاع ده بس ادي بتاع ايه؟ الشيف ابن الحلال. ها الشيف ده بتاع ايه؟ حاضر. والناس دي عايزاه، ما انا كنت عندي بقى ليك شبركه اللي هي حبيبي ابن عم حبيبي. ما انا ما اعرفش اقول ايه يا عم، انا متابع ولا ايه؟ مين يا حاج ده اللي كل يوم؟ طيب ده التلفزيون كان عندي ولا امبارح بس لسه هيعرض. ربنا يرزقك يا حبيبي. ابن عم حبيبي. محل جادو هات لي شحن الايفون معلش يا هادي، ادي بسرعه يا هادي. طيب انا اللايف الناس عايزه تنشط اللايف. الحور العين، الحور العين اسم بسم الله ما شاء الله مميز جميل. الحور العين في الجنه، ربنا يجعلنا نتجوزوا الحور العين يا جماعه. الف مبروك للحور العين، برضه هتيجي تنقي المفرش اللي يعجبك واللون اللي حاسب بقى ما تهزي.
هاتوا نور. يا جماعة التفاعل يلا بعد إذنك. طيب التفاعل تمام يا جماعه، التفاعل بدا يقل تاني، وهيسعد من الناس اللي متابعانا. نكمل يومنا حلو على خير كده. يا جماعه مشاركات اهم حاجه، مشاركات. شارك على شارك على الجروب اللي يقبل مع حضرتك، شارك على الجروب اللي يقبل عندي، شارك على الجروب وابعتي له. خلي مثلا وانت مشاركه كده قولي له اقبل يا ادمن بعد اذنك، استاذني برضه لعله عايز حد ابن حلال يقبل معاك اللايف. تمام؟ انا عايز راي المتابعين، راي المتابعين يا جماعه الشغل بتاعنا او في تعاملنا او في الشغل اللي احنا بنجيبه، يا ريت اسمع رايكم بس بحب الله. لايك وكومنت ومشاركه بعد اذنك، لايك وكومنت ومشاركه بعد اذنك. ركزنا يا باشا على الكابتن بعد اذنك. بس بعد 12 بالليل 110، بعد 12 بالليل ب 110. محل جاله بيقول لك شرفيني وما تشتريش، شرفيني واتفرجي وشرفك ليا. لما انت تجيلي ده شرف لينا الحمد لله، وبيقول لك اتفرجي واعرفي احنا عندنا ايه، مفارش وانتيكات اباجورات ساعات كريستالات. شكرا مودي المنير، شكرا لزوجك، شكرا للناس اللي بتدعي لنا دعوه من قلبها وبتقول كلمه حلوه. انا عايزك برضه وانت واقف اتفضل يا عم فرح حبيبي، خد المحل وانت واقف كده زي ما يبان معاك بعد اذنك. يا جماعة في حد هيكسب معايا دلوقتي؟ كل دي مفارش جوبلان، مفرش ليزر، تلات قطع استراس، قطيفة 16 قطعة. محل جانبي يقول لك أسعارنا نمبر 1، أسعار بسعر الجملة وجملة وتحت الجملة بحبة، وبسعر المصنع، وأقسم بالله بسعر المصنع، وببيع بسعر تواب، يعني ببيع شغل بسعر التواب، بسعر التوب وهو جاي من مصنعه. وهو جاي من مصنعه، يعني المصنع اللي فيه اثواب انا ببيع بسعره، تمام يا جماعه؟ الكلام ده مش بقوله من فراغ، الحمد لله يعني. طعم 16 قطعه، عندي طعم ب 200 جنيه، وعندي طعم 350 و450، مشاركات بعد اذنك. كل ده شغل ايدينا والله، وشغل الشباب ما شاء الله عليهم. اللهم امين. لو كل واحد دعا دعوه من قلبه صافيه خالصه لوجه الله. يا جماعه واحد كسر الطبقه لاستاذ هدي يا ابني، مش انت اللي قلت كسر الطبقه اللي بعده؟ طيب هات لي الطبق يا باشا اللي يطلع هديه. يا بسم الله ما شاء الله على السعادة ما شاء الله. طبق
دي الساعة المحطة البنادول، ساعة محطة بنادول. بس حاجة تشرفك يا ست العرايس، يا اما يضربوا شعر الطب عشان كده عشان يلا بها. اي طعم 10 قطع ب 150 جنيه بسعر المصانع اللي بتوزع جمله، بسعر المصانع اللي بتوزع جمله. بنقول لك محل جادو، محل جادو الجديد عندنا دايما متميز، والجديد عندنا بفضل الله على طول. اللهم امين يا رب. يا جماعه مشاركات بعد اذنك، كل اللي معايا يشارك. انا مش عايز تعليقات، انا عايز مشاركه. انا عايز تعليقات مش عايز مشاركه. انا عايز تعليقات مش عايز مشاركه. الطبق ده حد هيكسبه دلوقتي. ركزت لي يا باشا على الشغل. الطبق ده حد هيكسبه دلوقتي. ركز ده مش على طعم اللي بتكدب على اذن حضرتك. يا ريت الناس اللي معايا تشارك يا جماعه، يا ريت الناس اللي معايا تشارك. مشاركه على صفحتك الشخصيه. الناس اللي معانا فين؟ دقال على رف رف بعد اذنك. ده شغل تقليدي اليوناني، فازة وبونبونيرة واتنين طفاية، فازة وبونبونيرة واتنين طفاية وطبق الفاكهة وعند شيالة. كل ده موجود في محل جاله بفضل الله. انا عايز مشاركات يا جماعة كمان بعد اذنك، عايز مشاركات بعد اذن حضراتكم. عايز مشاركات زي ما انت يا باشا، زي ما انت يا باشا. عايز مشاركات بعد اذن حضرتك. طقم شمعدان واتنين ساعة، عايز مشاركات بعد اذنك. اهم حاجة المشاركات يا ريت، وده فضلا وبعد اذنك مش اجباري. بقول لك مشاركة على صفحتك الشخصية وعلى الجروبات. عندي طبق فاكهة مدور ومربع بونبونيرة كريستال وفازة كريستال حفر ليزر. كل ده بفضل الله موجود. عروض البنيات ب 75 جنيه، عرض لسه مستمر، عرض لسه مستمر. 75 جنيه، 75 جنيه. كل ده بفضل الله موجود في محل جالو. ودول يا باشا بعد اذن حضرتك. لا لا حسب ايدك بتيجي على الباب. دقة واحدة واحدة. التفاعل يا جماعه فين بعد اذنكم؟ التفاعل بين الله يا جماعه. الناس اللي معانا فين بعد اذنكم؟ الناس اللي معانا فين؟ الناس اللي معانا. مشاركات يا ست الكل بعد اذنك، مشاركات يا ست العرايس بعد اذن حضرتك، مشاركات يا فندم بعد اذن حضرتك.
حد هيكسب معايا الطبق ده. اتفضل. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. يلا عشان أكسب حد الطبق. يلا يا جماعة يلا بعد إذنكم. ارجع بالتقريب شوية. ارجع ارجع خالص بالتقريب ما تقربش. لما نقول محل كده بيجيب لك شغل يبقى بيجيب لك حاجة حلوة ويجيب لك حاجة مميزة. احنا من صباح ربنا يا جماعة بنفرش بالكمبيوترين بس والله بس بفضل ربنا بس وربنا يديم نعمة والحمد لله. قدر الله ما شاء فعل النهاردة على اللي وقع واتكسر الحمد لله ربنا يديم نعمة. يا جماعة المشاركات تعلى شوية 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 علشان حد يكسب معايا الطبق. يا جماعة اقسم بالله ما تعرفوش قد ايه احنا بنتعب عشان خاطركم وبنتعب علشان اجيب لك اللقطة بالبلدي كده بالبلدي اللقطة. عارفة يعني ايه اللقطة؟ يعني المميزة يعني الحتة المختلفة بالبلدي بلغة التجار بالبلدي وبنجيب لك الحاجة اللي تعجبك. هنقول مين؟ يا بسم الله ما شاء الله مشاركات واللي هيجي لازم يجيب المشاركات معاه بعد اذنك. نعم يا باشا. طيب الصينية دي صينية يا جماعة. صينية استراس كريستال حاجة حلوة تقفيل سوبر لوكس حاجة بسم الله ما شاء الله تشرفك. صينية تقديم يبقى طعمك كامل متكامل كل ده بفضل الله في محل جادو للمفارش والانتيكات. على طول هتلاقونا معاكم على الشاشة وهتلاقونا معاكم في لايفات هتلاقونا في بث مباشر بإذن الله على طول دايما بالجديد مشتاق ليه دايما اجيب لك جديد بفضل الله مش هيبقى تقليد. الحمد لله شكرا للناس اللي بتيجي تقول كلمه من قلبها وتقول الحاجه ذوق وخامه والناس اللي بتاخد مش كلام. لو حد زعلان مني في حاجه يجي يقول لي انا خدت منك حاجه وزعلان فيها. لو انا يا جماعه انا ذات نفسي بقول لو حد هياخد حاجه او خد حاجه في حاجه مزعلاه يجيبها لي انا تحت امركم. لو انا يا جماعه انا ذات نفسي بقول لو حد هياخد حاجه او خد حاجه في حاجه مزعلاه يجيبها لي انا تحت امركم. حد لسه ما عرفش المحل فين يا جماعه؟ شكرا يا ست الكل. شكرا مسك الكعبه. شكرا مسك الكعبه. طيب مين اللي يكسب دي؟ يلا قبل ما اختم اللايف. يلا يا جماعه قبل ما اختم اللايف بعد اذنكم. يلا قبل ما اختم اللايف مشاركات كمان. اللايف كده بقاله قد ايه؟ انا عيني جايه على اتنين شغالين معايا من اول اللايف. انت ورزقك بقى. انا عيني جايه على اتنين جايه على اتنين. اعملي منشن وانت قاعده لو اختك قاعده فاضيه ابعتي لها منشن كده يا ريت على طول علشان تلحق تكسب معانا. اتفاعل يا علي يا جماعه بعد اذنكم. اتفاعل يا علي يا جماعه. اتفاعل بعد اذنكم يا علي كمان. اتفاعل يا علي بعد اذنكم. طيب هنختم اللايف يا جماعه. هنختم اللايف. طيب.
هنختم اللايف على حد اهو. حد هيشوفه قدام الكيلو ومشارك يا جماعه بعد اذنكم عشان خاطر ربنا اللي هيجي بكره يجيب لي السكرينات بتاع المشاركات. هيجيب لي السكرينات بتاع المشاركات. يا ريت بعد اذنك يا ريت بعد اذن حضرتك تجيبي لي السكرينات بتاع المشاركات. اسعار خاصه للجمله شحن لجميع المحافظات خارج دمياط وداخل دمياط. خارج دمياط وداخل دمياط. خارج دمياط وداخل دمياط. بعد اذنك شاركي على الجروبات وعلى صفحتك الشخصيه. والله يا جماعه ما برضه احرج حد جاي لي يقول لي يا احنا ما معيش المشاركات. معلش يا حسني ما معيش نت. اصلي التليفون مش معايا. اصلي جاي استلم لاختي. ما برضاش احرج حد وبديلها جنزير. ورا المكنة يا بقى ورا المكنة حاجة. إيه الناس فين؟ هختم على مين؟ هختم على مين؟ اللهم امين يا رب. هختم على مين؟ هختم على مين مشارك؟ يا جماعة المشاركات يا جماعة مشاركات بعد إذنك. مشاركات ولازم تيجي توريني سكرينات. هختم اهو. هختم على مين يا جماعة بعد إذنك؟ هختم على مين بعد إذنك؟ قبل ما اختم اللايف مين اللي يكسب معايا الطبق؟ مين اللي يكسب معايا الطبق؟ مين يا جماعة اللي يكسب معايا الطبق؟ يا بختك يا اللي يبقى الطبق من نصيبك. يا بختك يا طبق بالحامد بتاعه. يا بختك يا اللي هتكسب الطبق ويبقى من نصيبك. المسابقه هتنزل بكره ساعتها لحد الطقم 16 وطقم 10 كده. يا بختك يا ناكي يا اللي هتكسبيه من بكره. لا لا اداره محل جاله معايا متابعاني. اداره محل جاله متابعيني. هتنزلي. طيب يا جماعه الطقم هيبقى 10 قطع للانتريه من اول بعد اللايف. هينزل مسابقه النهارده الاربع صباح الخميس. هينتهي الخميس الجاي. هينتهي الخميس الجاي. هيبقى تفاعل اضافه اعضاء ومشاركه على الجروبات. اضافه اعضاء ومشاركه على الجروبات. تمام. طيب الاستاذه مودي الملير كسبت معايا الطبق. الاستاذه مودي الملير يا بسم الله ما شاء الله على نورك يا رسول الله. يا استاذه مودي الف مبروك لحضرتك ويا رب تكوني فرحانه معانا ويا رب كل اللي كسب يكون فرحان معانا. التفاعل بدا يعلى تاني وهكسب حد كمان حاجه انت ورزقك بقى. طبق الاستاذه مودي اهو يا باشا هيتحط في كرتونته وتيجي تستلمه بكره على طول. تمام. اي حد من الشباب بعد اذنكم مودي. مودي ايه؟ المنايه. الطبق بتاعها هتيجي تستلمه بكره على طول او اي حد كسبان معايا. اللهم امين يا استاذه مودي تحت امرك تحت امرك. محل جاله بيقول لك ما تشيليش هم حاجه ما تشيليش هم حاجه. ويا جماعه بعد اذنكم الطلب ده انا مش عايز اقوله على عمه علشان ما حدش يفهمني بلغته هو. وفي ناس لغه دماغها مش عايز اقول. لو اي حد عنده عروسه ومحتاج حاجه يا جماعه انا تحت امر حاجه بس تبقى من عندي. يا ريت المعلومة وصلت. أي حد محتاج حاجة عروسة عروسة يتيمة حد يتيم عروسة يتيمة أم وأب عروسة يتيمة
ساعد نفسنا تحت امر. والله ما عايز اقول كده اقسم بالله. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يا ريت المعلومة وصلت يا جماعة. تحت امرك كلمي معايا خاص، الرقمين شغالين وانا في اي وقت ارد عليكي. الحاجة اللي انت عايزاها في مقدرتي تحت امرك. الحاجة ساعدك كبير من عندي من المحل. ساعدك الحاجة من المحل. مش عايز اقول على العام بس مش عارف اوصلها للناس ازاي. مش هاجي اقول لك انت لا. يا ريت اللي محتاج ويا ريت فهم يكلمني وانا تحت امره، واللي انا هقدر بيه واللي ربنا يوفقني فيه انا ابقى تحت امره. يا ريت تكون وصلت. مين يا جماعه يكسب معايا كمان مفرش جبلان؟ في ناس مشت من اللايف والعين كانت عليها. يلا خير. ها نور السماء. اللهم امين يا رب. التفاعل يا اله كمان ولا انتوا خلاص كده كل سنه طيبين؟ كده مساءنا خير ولا ايه؟ طيب ارجع يا باشا وقعد المحل كله. اللهم امين. شكرا مدير منير. طب ألف مبروك يا جماعة للناس اللي كسبت معايا. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. واحتمال ممكن في رأيي بكرة أقول لكم قبلها بشوية هنعلن عليه. تمام. ألف مبروك للناس اللي كسبت معايا. احنا لسه مكملين. طيب عايزين تقعدوا حبة ولا نختم اللايف؟ عندي مفارش وعندها انتكات ومفارش. عندي مفارش وانتكات من ده ومن ده ومن ده. وعندي اللي ما كسبش يا باشا هيكسب في لايف تاني. ما تشيليش هم. سكي تماما لا تقلقي بشان المسابقه. او لا تقلقي بشان اللي ان انت تكسبي. في ناس يا جماعة بعد إذنكم بعد إذنك في ناس كسبت معايا قبل كده، فنسيب مجال للناس اللي مكسبتش ده بعد إذنك. يعني لو مفيش فيها إحراج، لو مش هيزعلك، نسيب بس مجال للناس اللي مكسبتش علشان الناس تتفاعل معانا ويحضروا معانا ويبقى في مصداقية. طيب في كم حد يا جماعه عشان ما نزعلوش؟ في كم حد عشان ما نزعلوش؟ طيب التفاعل يرجع يالا تاني ولا اختم اللايف؟ التفاعل يالا تاني يا جماعه. هيكسب معايا ست مفارش خلاص تقال. اهم حاجه اللي يجي يستلم الهديه يجيب لي سكرينات. يجيب لي سكرينات. التفاعل بدا يعلى تاني. بدا يعلى تاني. يلا يا جماعه كله يشارك بعد اذنك. كله يشارك يا جماعه بعد اذنكم. قول يا استاذ.
طيب الف مبروك يا جماعه، نور السماء كسبت معايا 6 مفارش. الف مبروك للناس اللي كسبت معايا، يا رب نكون عند حسن ظنكم. تابعونا علشان الجديد تشوفيه اول باول. لو عندك عروسه وعايزه لها حاجه حلوه يبقى لازم تشرفيني. الف مبروك للناس اللي كسبت معايا، الف مبروك نور السماء، الف مبروك نور السماء، الف مبروك نور السماء. يا جماعه لا داعي لكلام انت بتقوليه، اللي ما كسبش انا عارف مين اللي ما كسبش، وانا هكسبه في لايف تاني لو لايف بكره انا هكسبه وانتوا عارفين. يا رب نكون عند حسن ظنكم. الف مبروك للناس اللي كسبت معايا، الف مبروك ليها، الف مبروك لكل الناس اللي كسبت. ما تزعليش، اي حد معايا ما كسبش والله هكسبه في لايف تاني. الف مبروك للناس اللي كسبت معايا، يا ريت اللي هيجي لي بكره معاه مشاركات. اشوفكم على خير يا جماعه، تصبحوا على خير.